ليرنين فيز. الوغ في هذه المرحله هذه ديال ليرنين فيز هي فاش كنبداو لونسي واحد الادز وكتبدا الادز ديالنا تقرا يعني وتعرف الناس المحتملين اللي يقدروا يديروا يعني داك الاكشن او ديك الايفنت اللي حطيتي في البيكسل. في هذه المرحله هذه فيسبوك يحاول يعرف العملاء او الناس اللي يقدروا يشريوا او اللي يقدروا يديروا يعني اجراء يعني شراء او لا اجراء ارسال المعلومات ديالو او لا على حسب انت اش من اجراء درتي في الايفنت ديال بيكسل ديالك. الو هاد المرحله هذه فيسبوك كتفرض عليك انك تجيب اكثر من 50 ليد او لا اكثر من 50 بيرشيز باش تبدا اوبتيميزي وستابيليز عليك الكوست او لا باش تجيب ليك كوست يعني لاو كوست تجيب ليك كوست مزيان ويكون ستابل. او غنحاولوا نشرحوا هذه المرحله هذه في واحد الدياغرام اللي غادي نديروا هنايا التايم وهنايا نديروا الكوست. دونك هنايا في 7 داي اشنو كيطرا في هذه المرحله ديال 7 داي وكاينه مرحله اخرى اللي هي افتر 7 داي افتر 7 داي. الو في هذه المرحله ديال 7 داي الو نحاول نديرها هنايا باش تبان لكم. هنايا كتبدا فيسبوك تجيب لينا لي ليد واحد ليد هنا واحد ليد هنا واحد ليد هنا واحد ليد هنا. دونك هذه مثلا جابتها بدولار اوكي هذه جابتها ب 0.5 دير واحد ليد هنايا هذه جابتها بجوج اوكي هذه جابتها بأربعة وهذه جابتها بخمسة. هنا كيكونوا لي ليد ديالنا كل مره كتجيب لينا ليد بواحد الكوست اللي كتكون كيكون واحد الفرق كبير في الكوست بين ليد الاولى والثانيه وكل مره كتجيب لينا ليد بواحد الكوست اللي في شكل. هنا اش كيوقع هنا كتبدا فيسبوك تبين لينا الادز ديالنا للناس يعني الناس ديفيرون الناس يعني بالديزانتيريست و بالاهتمامات اللي ما كيتشابهوش باش تعرف اين يعني اين فئه ديال الناس اللي مهتمين بهذا البروداكت. الو هنايا كتكون مثلا كتريتشي لينا لواحد 100 واحد مثلا ولا 1000 واحد وكتجيب لينا واحد ليد وهنا عاوتاني كتبدا تريتشي لينا لواحد 100 وكتجيب لينا واحد وهنا مثلا كتريتشي لينا لواحد 1000 مثلا 1500 واحد وكتجيب لنا واحد الكوست واحد وكتجيب لنا واحد لاشا وهكذا 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 حتى كنوصلوا لهذه المرحله اللي قلنا حتى كنوصلوا لهذه المرحله ديال افتر 7 داي. دونك افتر 7 داي وهنا اش كيوقع افتر 7 داي كتكون ديجا جابت لينا واحد 50 بيرشيز مثلا اولا 60 افتر جابت لينا واحد 60 قبل 7 ايام الاولى وكتولي اوبتيميزي على ديك 60 بيرشيز وكتولي تجيب لينا الكوست ستابل وكتكون مزيانه يعني كتجيب لينا احسن كوست وبواحد بواحد يعني بواحد الشيفر اللي بريسيز او لا كيكون متفاوت بواحد شويه. وغنا نفترض اننا جبنا الكوست ب 3 دولار وهنايا كتبقى تجيب لينا بديك 3.5 بين 3.5 و 2.5 داكو كتمشي بين هاد 3.5 و 2.5 تقدر توصل لاربعة بعض المرات تقدر توصل لجوج دونك سا ديبون غير هو كتكون حسن من الاول. انا كماركيتر ولا انا كميديا باير شنو خصني ندير خصني نعرف شحال ديال الدايلي بادجيت غادي نعطي لهاد الادسيت باش تكمل لي هاد 60 ليد اولا 50 ليد باش نقدر نفوت هاد المرحله ديال ليرنين فيز وندوز لواحد المرحله اخرى اللي كتولي فيها الادس ديالي كترجع اللي كترجع فيها الادس ديالي كتولي اكتيف. دونك غادي نحاولوا نحسبوا الكوست اولا الدايلي بادجيت اللي غادي نعطيو لهاد الادسيت باش تولي تجيب لينا واحد الكوست لي ستابل وتفوت لينا هاد ليرنين فيز. الو حنا نفترض ان الكوست ديالنا من بعد ما تيستينا وعرفنا ان الكوست كتجينا ب 3 دولار هنايا غنجي غادي نحسب بهاد 3 دولار باش نعرف هاد الدايلي بادجيت. دونك 3 دولار هي الكوست بحال قلتي الكوست يعني افريج مي حنايا باش نفوتوا هذه المرحله هذه خصنا نزيدوا واحد شويه ونزيدوا ليها واحد الدولار تولي 4 دولار اوكي ونضربوها في هذا 50
نضربها في 50 بيرشيس، يعني في هذا التوتال ديال لي بيرشيس اللي بغينا نجيبوه كاوبجيكتيف. دونك غادي الا حسبناها تعطينا 200 دولار. اوكي، وهاد 200 دولار خصنا نقسموها على 70 باش نعرفوا الدايلي بادجي ديالنا. دونك حنايا ما غاديش نديرو 70، خصنا هاد الكوست، خصنا هاد 50 بيرشيس نجيبوها في اقل من 70، دونك نقسموها على 6 وغادي تعطينا 33 دولار. اوكي، خليوها كاع حنايا 35. دونك الكوست او الدايلي بادجيت اللي خصنا نعطيو للكامبين ديالنا هي 35 دولار. دونك نكريو واحد الكامبين، اوكي، تكون فيها واحد الاد سيت، وفي هذا الاد سيت نحاولوا نديرو كما ديما كنقول لكم 3 حتى 5 د الكريا. اوكي، ونعطيوها 35 دولار. من 35 نقدروا نعطيوها 30 على حسب، المهم نمشيو بين ديك 30 حتى 35 حتى 40. دونك نحاولوا هاد الاد سيت هادي نعطيوها من 3 حتى 5 د الكريا باش ما طيحش لينا في الاد فاتيك. وكان شي اللي كاين، وكنتمنى انكم تفهموا هاد البروسيس هذا اللي كيوقع في اللينين فيز باش ما تبقاوش تطيحوا في المشكل ديال ليميتيد او لا الكامبين او لا الاد سيت ليميتي. ونحاولوا نديروا هاد الكالكول هذا باش نعرفوا شحال غادي نختاروا او لا الميزانيه اللي غادي نختاروا الاد سيت ديالنا.